النهاردة هتكلم عن تجربتي في كهف الملح في مطروح. أول مرة أدخل كهف ملح وبجد كانت تجربة حلوة جدا. ده كهف ملح سنان في البوسيت. أول حاجة هتكلم فيها عن المكان ده إن هو نظيف قوي، في نفس الوقت أنت بتحس إن أنت منعزل كده بعيد عن أي دوشة وأي حاجة خالص، رغم إن المكان حوالينا بره كله دوشة وأصوات عالية وكده، بس أنت بتحس إن أنت موجود في مكان مفيش صوت خالص، تقدر إن أنت تسترخي وتريح أعصابك جدا. في نفس الوقت المكان الإضاءة بتاعته مريحة نفسية قوي، ريحة الملح أول ما تدخل هتستغربها وبعد كده هتحس إن هي لأ حلوة بجد وخلاص اتقبلتها، قادر ان انت تتنفس كويس. المكان دافي وجميل عكس ما انا كنت متخيلة. كمان الكنب اللي هم حاطينه عشان نقعد عليه هو مريح قوي، فتحس ان انت تندت كده وترتاح. بيشغلوا موسيقى او قرآن حسب اللي انت عايزه. انا قلت لهم يشغلوا قرآن عشان تحس كده براحة نفسية. كمان لو حابب ان هو تعمل دفن لجسمك كله بيعملوا ده، ولو حابب ان انت تعمل لحد الركب بس برضو ده متاح. ده او ده الجلسة بتبقى مدتها ساعة. الساعة دي انت بتحس ان انت صفيت ذهنك، بتحس ان انت جددت الطاقة بتاعتك، تخلصت من الطاقة السلبية اللي عندك. كمان في نفس الوقت هي مفيدة جدا للعظم ومفيد جدا للتنفس. كمان بيعالج مشكلة التنفس وبيسحب الرطوبة من الجسم. اول ما بتبتدي تحطي رجليكي في الملح بتحسي ان في نبض جامد قوي في رجلك، وبعد كده بتبتدي تهدى خالص. فبجد التجربة حلوة قوي، المكان جميل جدا، الناس اللي فيه ذوق قوي، معاملتهم جميلة، ناس راقية، مكان حلو. انا اول مرة اجرب موضوع ان انا ادخل كهف ملح، بس بجد كانت تجربة حلوة قوي قوي، احب ان انا اجربها تاني اكتر من مرة.